أنا اسمحوا لي راح أكون شوية حسب تعبيرنا يعني خلاف المتعارف، راح أحكي شوية صراحة أكثر. يا بنتي أنت لما تقولين أنه زوجي من أيام الأولى يضربني ويهيني، شنو اللي بقاك 12 سنة معاه؟ يعني هل من الصحيح، جاء أتكلم طريقة ثانية مو الطريقة الأخرى اللي تعودنا عليها، الطريقة الأخرى أنه صبري وش تسوين على حال أنت تحملي وعندك 4 أطفال، هذا الطريقة المتعارفة. أنا أتكلم طريقة أخرى، أقول بابا أنت شنو اللي صبرك، يعني شنو اللي خلاك أن تستمري مع هذا الرجل اللي مني أيام الأولى هو يضربك، مني أيام الأولى هو متعسف عليك تعسف وأذية وإهانة، شنو الداعي؟ يعني شنو الداعي أنا أعيش ويا واحد تعبان؟ شنو الداعي أنا أعيش ويا واحد إنسان وحشي وأنجب من عنده 4 أولاد 4 أطفال؟ ليش نعقد الأمور؟ من يوم الأول الإنسان أو يعني من بداياته إما يتفاهم ويعدل شخصيته ويعدل أسلوبه، أروح أقول لأهلي، أقول للأهلة نجيبهم يقعدون يسولفون يحلوها، وإلا أهلا وسهلا خلاص روح سبيلك وروح سبيلي. فإحنا في كثير من الأحيان تصرفات غلط نخليها تتراكم المشاكل إلى أن تنفجر. من تنفجر مو خوش تنفجر، أريد أطلق وأريد كذا مدري إيش. نعم الطلاق كان من لابد أن شنو، ليش المعاناة يا بنتي؟ ليش المعاناة؟ أنت كنت شابة والسنة الأولى سنة الثانية أذاك أذية كبيرة ومو قابل للإصلاح، مو قابل لأن يأدب نفسه خلاص. نعم الطلاق مكروه ولكن جائز، يعني طريق هذا طريق شرعي. فإحنا عتابنا أنه ليش العوائل يجعلوا المشاكل تتراكم بعدين تعالوا شو نسوي وأربعة أطفال عندنا، الله يصلح الأمور. يعني الآن شنو اللي أقول، تريد تطلق هي على حال حرة، شوف أن هذا ما يفيد وياها، وعلى أساس يصير زين وخوش رجال، وبعد سنة وبعد سنتين و5 سنوات الأولى 5 سنوات الثانية 12 سنة هو بعده إنسان متوحش، شنو اللي أسوي؟ على حال الأمر لها هي تقرر، ولكن لابد أن تفكر ما هو الأصلح. الأصلح شنو؟ أنا لما أريد أقرر قراري لازم أشوف شنو الأصلح. الأصلح الطلاق بعد هالعمر هذا وأنا كبرت وقد أنا ما على حال ما عندي حسب تعبير مشروع زواج جديد وأربعة أولادي راح يضيعون مثلا، أو أنه لا أطلق وأولادي أقدر أربيهم ومو مهم الزواج أنا أقدر أرتاح نفسيا، شوف وين المصلحة. الإنسان يقعد يميزن يعني ميزان ويحسب القضايا حساب جيد.